هو لمسلم عن جندب، هو جندب ابن عبد الله البجلي، قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قبل موته بخمس. هذه الخمس ما هي؟ هي خمس سنين أم خمس ليالي؟ قال بعض العلماء هي خمس سنين، وقال بعض العلماء هي خمس ليال، والأرجح أنها خمس ليال. لما؟ لأن تنصيص جندب على خمس لا يظن به أنه يذكر ما قاله عليه الصلاة والسلام قبل وفاته بهذه المدة الطويلة، لأن هناك أحاديث نقلت عن النبي صلى الله عليه وسلم قبل موته بهذه المدة، كأربع سنين أو ثلاث سنين أو سنتين أو سنة، فلو ذكرها فلا تكون هناك فائدة. ثم إنه رضي الله عنه ذكر الخمس، وقلنا إنها خمس ليال من باب أن النبي صلى الله عليه وسلم وضح أمرا يحتاج إلى توضيحه قبل وفاته. ما هو هذا الأمر؟ وهو أمر عظيم ذكر في هذا الحديث. هذا الأمر يمكن أن نقول هما أمران، ما يتعلق بالخلافة وما يتعلق بالغلو، والأمة محتاجة إلى هذا البيان، وذلك لأن موته عليه الصلاة والسلام قد يتذرع به إلى الغلو فيه عليه الصلاة والسلام، ولا شك أن هذا مضر بالدين، بدين الإنسان. وأما أمر الخلافة فإنه بعد وفاته يحتاج في تدبير شؤون المسلمين إلى خليفة، ولا صلاح للناس في دينهم ودنياهم إلا بالخليفة. فهذان الوجهان يدلان على أن المراد من هذه الخمس هي خمس ليال لا خمس سنين، وذلك لأن ما ذكر هنا في هذا الحديث من الخلة ومن الغلو لها اتصال كبير بوفاته عليه الصلاة والسلام. إذا توفي قد يغال فيه عليه الصلاة والسلام، إذا توفي ستضيع أمور الصحابة إن لم يكن هناك خليفة. قبل موته بخمس، إن من دلائل التنصيص على خمس ليال، وهذا ما نختاره ويختاره كثير من الشراح فيما أعلم، أنه من باب التأكيد على أن هذا الأمر من الأمور المحكمة التي لم يدخل فيها نسخ، لا سيما وأنه عليه الصلاة والسلام نبه على خطر الغلو في الصالحين وهو في سياق الموت. أما سؤالك لما جنح بعض العلماء إلى ذكر خمس سنين، أنا لم أطلع إلا على هذا القول، ورأيته في حاشية ابن قاسم رحمه الله، قال قيل بخمس سنين وقيل بخمس ليالي والثاني والأصغر، هذا كلامه رحمه الله، ما ذكرته فهذا من توجيهي. لكن لماذا جنح بعض العلماء فيما يظهر لي إلى ذكر خمس سنين؟ لأن ذكر الخمس مطلقة، فليس هناك سبيل إلا أن يقال خمس سنين أو خمس ليالي، أما الأشهر فلا تدخل هنا لأن كلمة خمس مؤنثة، فبعضهم قال خمس سنين وبعضهم قال خمس ليالي، فكلمة خمس فيها دلالة له على أنها خمس سنين، لكنها بعيدة من حيث ما ذكرنا من أوجه.